السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. البنات اليوم حبيت نطلع لكم بطلة حلوة وبنينة، هي عبارة عن تحلية بنينة بزاف بمقادير قليلة. نتمنى تجربوها، أكيد راح تعجبكم. إذا عجبتكم الوصفة كملوا الفيديو للأخير وديروا بارتاج وجيم حتى تعم الفائدة. يلا مع بعض نبدأ في المقادير وطريقة التحضير. شوفوا معايا المول اللي راح نخدم به، وانتي اختاري المول الموجود عندك في البيت. لاحظوا الكاس اللي راح نكيل به جميع المقادير. لاحظوا معايا، نبداو على بركة الله. الطبقة الاولى عندي زوج بيضات، رشة ملح، نص كاس سكر، ونخلط فقط بالفوي، ما نحتاج لا باتور ولا بيترا. لاحظوا نخلط مليح، ثم نضيف نص كاس زيت. لاحظوا الطريقة اللي نفرغ بها الزيت غير بشوي حتى نكمل كامل الكمية، ونخلط مليح، ونضيف البنات نص كاس حليب. كما راكي تشوفي حليب يكون عادي، ما يكون بارد ما يكون سخون، ونخلط. ثم نضيف علبة كريم ديسير ذوق الشوكولا، ونخلط كلش مع بعض. نحط الصفاية وندير او نضيف ملعقة ونصف كاكاو. كاكاو تاعنا البنات لازم يكون من النوعية الجيدة باش التحلية تاعنا تجينا بنينة. نغرب المليح ونتخلصوا من الكريمون الموجودة في الكاكاو. نخلط ثم نحط الصفاية، ونحط كاس فارينة، واحدة خميرة كيميائية وزن 10 غرام، ونغربل كلش مع بعض. للأمانة فقط البنات أنا الفارينة غربلتها هذه المرة الثانية، غربلتها في الأول وكيلت بها كاس، ثم غربلتها للمرة الثانية أمامكم. ونخلط كلش مع بعض. كي نضيفوا الفارينة البنات نحاولوا ما نخلطوش بزاف باش ما تتعلقش معنا، فقط حتى تندمج المكونات ونحبسه. نحكم المول اللي راح نطيب فيه الطبقة الأولى، ندهنه مليح بالزبدة أو بالزيت، ونغبره مليح بالفارينة، ونفرغ الخليط. كما راكي تشوفي نحاول نسويه مليح ونسقمه باش يكون على مستوى واحد، ما تكونش جهة طالعة وجهة هابطة. لاحظي والفرن تاعنا البنات راهو مسخن على 180 درجة، كي ندخلوا المول تاعنا نقصلو ل 150 درجة. لاحظي معايا نحاول نسويه مليح، ضروري ديروا هاد العملية او تحكموا الكوردون ديروا خطوط باش تجيكم الطبقة مستوية. نديه للفرن حتى يطيب تماما وينشف ويبرد، والآن نروحوا للمرحلة الثانية. في المرحلة الثانية البنات عندي حوالي 15 إلى 20 حبة كابريز عادي، عندي 200 غرام شوكولا سوداء قطعتها قطع صغيرة، عندي حوالي كاس إلى ربع حليب. في كاسرونة نحط الحليب والكابريز على النار هادئة حتى يذوب الكابريز. كما راكي تشوفي راه بدا يذوب ويغير لون الحليب، يعطينا ذوق ولا اروع. ثم نضيف الشوكولا والكاسرونه راهي على النار، نحرك فقط ثواني ثم نطفي على النار ونحي الكاسرونه. لاحظي نخلط مليح، ثم نضيف 3 علب كريم ديسير شوكولا، واللي حابه تضيف علبتين فقط لها ذلك. نخلط مليح البنات، انا ما ساعدتنيش الملعقه السيليكون، راح نستعمل الفوي ونخلط بسرعه باش يتخلط كلش مع بعض. لاحظوا معايا البنات بعد ما بردت الكيكه تاعنا تماما شربتها بكاس عصير البرتقال، انتي شربيها بواش حبيتي بكاس حليب، حبيتي بكاس شربات او كاس عصير الليمون، لك ذلك. بأي حاجة موجودة عندك في البيت ديري ثقوب في الكيكة تاعك بهذه الطريقة. أنا عندي ملعقة هذه تاع الحطب راني نخدم بها، وانتي ديري بواش حبيتي باش تحصلي فقط على ثقوب في الكيكة.
لاحظي معايا، نفرغ عليها الخليط تاع الشوكولا والكابريز والحليب اللي خدمناهم مع بعض، راهم دافيين. هنا يا البنات نخليو الكيكة تاعنا تتشرب مليح ونروحو نخدمو الكريمة. لاحظوا معايا، عندي كاس غبرة الشانتي، كاس عصير البرتقال، نخلط مليح بالباتور حتى يتضاعف ويتكاثف الخليط. ولكن البنات غبرة الشانتي تاعي كانت ماشي من النوعية الجيدة، مغشوشة مخدوعة، ما حبتش تطلع وما نجحت ليش، ولأول مرة. ولكن مانيش رايحة نرميها، لاحظوا الخليط اللي تحصلت عليه. هنا يا البنات راح نخدم كريمة ثانية ونخلطهم مع بعض. عندي كاس عصير البرتقال، نضيف ملعقة ونصف نشاء، كل شيء بارد على بارد، ملعقة سكر، ونخلط مليح بالملعقة أو بالفوي، ونحطهم على نار قليلة حتى يثقال الخليط. لاحظي بعد ما عقد وثقال راح نضيف له ملعقة صغيرة ماغارين أو زبدة، ونخلط مليح ثم نفرغه في صحن باش نبردو. لاحظي معايا هذه الطريقة يا البنات، راح نخدمو كريمة أخرى بنينة بزاف وما نخسروش الكريمة الأولى. لاحظي هنا الكريمة راهي سخونة مليح، نحاول نبردها أو ندفيها بهذه الطريقة كما راكي تلاحظي. نخلط مليح ونبردها كما تقدري ديريها في المجمد أو في الثلاجة إذا كنتي مزروبة بزاف. لاحظي هنا راهي تفات معايا، راح نخلطها للخليط الأول، يعني راح نديرو الكريمة الثانية للكريمة الأولى، كريمة الشانتي اللي ما كانتش ناجحة معنا في البداية. البنات كنت راح نحط فقط كريمة الشانتي كطبقة، ولكن كيما طلعتش وما نجحتش خدمت كريمة ثانية وضفتها للكريمة الشانتي وخلطتهم مع بعض. لاحظوا الكريمة اللي تحصلت عليها بنينة ما شاء الله وثقيلة. نروحو مع بعض نكملو التحلية تاعنا. هنا راح نرش طبقة من المكسرات الموجودة عندك في البيت، حبيتي لوز كاوكاو بيستاش أو كاوكاو إيفيلي، لوز إيفيلي لكم الاختيار، الجود بالموجود. ونفرغ طبقة الكريمة، إذا كان عندك الموز تقدري تقطعي شرائح الموز وتديريهم في بلاصة المكسرات. لاحظي نحاول نسوي مليح طبقة الكريمة، راهي بنينة بزاف ما شاء الله. يبقى التزيين من فوق البنات اختياري. لاحظوا التزيين تاعي راه بسيط جدا، انتي اذا حبيتي تزيين مغاير او ديري طبقه من الجناج من فوق او طبقه من الشوكولا او كراميل، لك الاختيار. انا فضلت نزينها تزيين بسيط. لاحظي معايا قعدت لي شويه شوكولا، حبيت نحطها على الاطراف على الحواف ما نضيعهاش. ندخلوها الثلاجة حوالي ساعة أو ساعتين، للأمانة فقط أنا خليتها فقط نصف ساعة وقدمتها لأولادي. لاحظوا معايا بالنسبة للتقطيع البنات قطعوا كيما تحبوا، مربعات مستطيلات معينات لكم الاختيار. والله يا البنات حاولوا فقط تخدموها وتفرحوا أفراد العائلة، خاصة إذا كان عندك ضيوف راح تحمر لك وجهك أكيد، ورايحين يشكروك عليها ويطلبوا منك الوصفة. لاحظي طبقة الكريمة بنينة بزاف وخفيفة. لاحظوا الشوكولا والكراميل كي ذوبناهم مع بعض عطاونا ذوق ولا أروع. نتمنى تجربوها أكيد رايحين تفرحوا بها وتعتمدوها. كما تقدروا البنات تخدموها وتديوها معكم كهدية، خير من اللي تشريو لي باتيسري من برا، والله ولا أروع. والآن ما بقى لي غير نقولكم بارتاجيو وديروا جيم حتى تعم الفائدة بين الأحباب والأصدقاء، ودمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.